من مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة نجدد الترحيب بحضراتكم في هذه التغطية المتواصلة معكم في هذا اليوم التاريخي والفاصل والجلسة العامة المنتظرة لمجلس النواب للفصل في برنامج الحكومة الجديدة. دعونا نرحب الآن بسيادة النائب محمد إسماعيل وهو عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. سيادة النائب طبعا تحياتي لحضرتك في البداية، وإذا تحدثنا عن تشكيل الحكومة الجديد وخاصة كل هذه المناقشات وعدد الساعات التي وصلت إلى 70 ساعة وستة أيام متواصلة و11 اجتماع، يعني كل هذه الكواليس ماذا عنها لإبداء بعض الملاحظات والتوصيات الخاصة ببرنامج الحكومة الجديد؟ أعتقد كان زي ما حضرتك قلت اليوم جلسة تاريخية للدولة المصرية. احنا النهاردة مجلس النواب بيناقش تقرير اللجنة الخاصة اللي تم تشكيلها وفقا ل 126 مادة 126 من اللائحة الداخلية، وحضور السادة الوزراء لمناقشة اللجنة الخاصة بحضور رؤساء اللجان النوعية، رؤساء الهيئات البرلمانية، بعض الأعضاء المستقلين الموجودين في المجلس الموقر. وأعتقد احنا قدام برنامج حكومة جيد جدا يمتاز بالشمول للكثير من الموضوعات والقضايا التي تهم المواطن المصري والدولة المصرية بشكل عام. يمكن ده كان متقسم على 4 محاور، بنتكلم على أكتر من 12 هدف استراتيجي، بنتكلم على 44 مؤشر أداء، وده شيء جيد جدا إن احنا يبقى عندنا برنامج للحكومة نقدر نقيس أداء الحكومة من خلال مستهدفاته. عندنا برامج، سواء برامج رئيسية بنتكلم على 37 برنامج وخطة عمل رئيسية، بنتكلم على 137 خطة عمل فرعية للحكومة. حضور السادة الوزراء بنفسهم لمناقشة النواب وشرح البرنامج والاستماع لمقترحات ورؤى النواب وتفاعلهم معها، ده كان شيء جيد جدا، لأن يجب يكون في تنسيق ما بين مجلس النواب والحكومة، لأن مجلس النواب هو اللي هيقوم بوضع حتى القوانين والبنية التشريعية اللي هتساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف الحكومة. احنا عندنا يمكن برنامج لأول مرة بيتقسم لبرامج زي ما قلت لحضرتك رئيسية وفرعية، وده شيء احنا كنا بالنادي فيه بمجلس النواب دايما. احنا دايما نتكلم على موازنة البرامج والأداء بدل من موازنة البنود، ده شيء جيد جدا يكون عندنا برنامج من الحكومة معظم محاوره نجد مستهدفاته رقمية بجدول زمني ومحاور زمنية محددة. هل مقترحات وملاحظات الشباب البرلمانيين، يعني حضرتك بتمثل مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، هل كانت هناك بعض الملاحظات التي تتصف بالتجدد وبعض الاختلافات التي قد نراها في الفترة القادمة وتخص الشباب في الشارع المصري؟ احنا تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين شغالين في المجلس الموقر خلال 4 سنوات في كل ما يشغل المواطن المصري بشكل عام والشباب والمرأة بشكل خاص، وده كان واضح من اهتماماتنا سواء باستخدامنا أدواتنا الرقابية خلال 4 سنوات السابقة أو من خلال حتى تقديمنا المشروعات قوانين يتم مناقشتها في المجلس الموقر، وده كمان تم طرحه من خلال بعض ممثلينا في اللجنة الخاصة مع السادة الوزراء، و مقترحات السادة النواب التنسيقية كانت في اللجنة لاقت توافق مع الحكومة اللي أشادت بيها. زي إيه يا فندم؟ يعني على سبيل المثال إحنا كنا مقدمين مشروع قانون لتطوير هيئة الثروة المعدنية. عندنا قطاع التعدين في مصر بيمثل من الناتج المحلي الإجمالي أقل من 0.5%، إحنا يمكن متقدمين بمشروع قانون لإعادة تنظيم هيئة الثروة المعدنية عشان نقدر نعمل توطين للصناعة، استغلال أمثل للموارد، وقدمنا مشروع القانون ده واتطرح حتى في اللجنة الخاصة، والسادة الوزراء المعنيين السيد وزير البترول والثروة المعدنية أشاد بالمقترح اللي احنا تقدمنا بيه، لأن ده مشروع قانون متكامل هيحولها لهيئة اقتصادية. الهيئة الاقتصادية دي هتساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي، هتساهم بشكل كبير في خلال 5 لـ6 سنوات إن احنا يبقى فيه أكتر من 7 مليار دولار حصيلة دولارية استثمار مباشر للدولة المصرية، فرص عمل، غير إن احنا يبقى فيه صناعات قائمة على المواد الخام دي، فيبقى فيه قيمة مضافة للمواد الخام دي وفرص عمل، وده أحد المقترحات اللي كان تقدم بها نواب التنسيقية ولاقت توافق مع الحكومة.
سيادة النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا يا فندم، شكرا لحضرتك. تغطية مستمرة مع حضرتكم من مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، دائما ابقوا معنا.